حنو الاكل لمناطق التقريب في مناطق استوائية وصل رفع الاول، ويتم توزيعه طوالي لمناطق التقريب عشان القوات يكون جاهزة طابور التقريب. ونحن ان شاء الله الحكومة المناطق الثانية الجرار قايم من الكوسي لملكان، ولكن بارك ذلك متعرف جزء وصل جزء في الشوارع، ده كله لتفتات الدولة لهذا القوات الموجود في ماسكر يكرج بعدها يجي فيز 2 بديله جديد لماسكر الجديد. ونحن استقبلنا اليوم 54 طاق جاي من المنطقة السوي لماسكرات ودفعة تاني جاي لورا. نحن نشكر الحكومة، نشكر المزول والتعاون من أول مرة يكون واحد من أبناء جنوب السودان تزمى بكلمته ويتحقق في وعد قال لنا. نحن نشكره نقول له إن شاء الله بس وتعال نحن نكون هنا نسيق أكثر منك، نزيد سيقة معك ونواصل لقدام في عمل كبير عشان نشجع تصميم الوطنية لحنا ده أصحاب الوجع للناس بهم الاستقرار في بلده. لا يكون لنا رزمه الوطني من الجنوب يدعم السلام، ونحن لحنا كل مجهودات قناة السلام رزمه الوطني تاع دول الجنوب ساهمة كبيرة جدا في كل المناطق الشرقاء موجود، كان ناس الفنادق، ناس الأرباب، ناس شنو طاينات، ناس كتار جدا من بدينا في السلام، ولكن ما بذل جهد بدفع كبير زيادة من أول مرة يكون دفع حقيقية وكنا نشوفوه في جنوب السودان. ونحن نشكركم السلام، ونحن ده حد احنا بينانا مبارك لكم وتوجيهات رأس الصدر والرئيس وجهنا لهم. نحن باقلينا الآن باقلينا 5 يوم نحن عندنا تاني شنرفع تمام، لكن نحن بعد 5 يوم نحن جاهزين يترى قدام بكل شجاعة والإخلاص. الآن نحن وجه أخواني في اللجنة الأمنية العسكرية الأولى لتسليم هذا المواد يوجهه طوال المعسكرات الفيو والقوات الآن من اليوم الليلة، ويتم توزيعه لمعسكرات التقريب، وإن شاء الله وكل القادة يتم توزيعه لمناطق لتجهيز القوات لطابور التقريب.